ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وفي عدد من الدورات المتقدمة في الريبوت والبرمجة والتصنيع الرقمي والمنافسات الرياضية، تمكن الاتحاد السعودي للرياضيات اللاسلكية للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد من تحقيق عدد كبير من التحديات والإنجازات في العام السابق، وخصوصا في تمكين المرأة من خلال التدريب والتأهيل. أكيد راح نتكلم بتفاصيل أكثر في فقرتنا هذه مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة دانا الغامدي، رئيسة قسم الشؤون القانونية والمبادرات في الاتحاد. أهلا وسهلا أستاذ، كيف حالك؟ الحمد لله. خليتك دكتورة، إن شاء الله يا رب عقبال ما تحصلي على الدكتورة. صراحة أنا استغربت مصطلح الرياضات اللاسلكية لدرجة قلت لها رياضيات، يا فرحانة. فممكن تشرحي لي أكثر وإيش هي أبرز أنواعها؟ أول شيء يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. الرياضات اللاسلكية الشرح فيها يطول كثير، فأنا بقولها بشكل موجز. الرياضات اللاسلكية هي اللي يتم التحكم فيها عن بعد عن طريق الريموت، ريموت كنترول. في فئاتها اللي هي السيارات زي ما أنتم شايفين بأنواعها. طبعاً. والطيارات اللاسلكية والروبوت والقوارب اللاسلكية. السيارات هي نماذج مصغرة للسيارات الحقيقية. في منها بالكهرباء، في منها اللي يشتغل بالوقود. في فئات مختلفة لها، دريفت، دراج، الكراولر. دراج هذا؟ هذه تصير دراج، أيوة. في الطيارات اللاسلكية الرياضية، هذه الطيارات اللاسلكية، لا إله إلا الله، شوي. الطيارات اللاسلكية هي، أنا أحس إنه الرياضات اللاسلكية، ما تخليني أقول لك أنا ايش فهمي، واعتقد ان العالم كثير يعني متفقين على ذا الشيء. اول ما طلعت الالعاب هذه كلها طلعت بالريموت كنترول، الريموت كنترول صغار. اول شيء تذكري كان في لعبه لسه كان فيها سلك، ايوه، بعدين صارت بالريموت كنترول. هنا بدات الرياضات. طورتوها؟ انا اشوف طورنا، ما طورناها، هي موجوده، هي موجوده، احنا ما طورناها. ليش اللي بقول انا اللي تو كنت بحكي عنه بالطيارات، الطيارات هي الرياضيه اللاسلكيه الرياضيه، هي اللي ليش تسمى رياضيه؟ لان لها تكون مدى طيران محدد، ما الطيره وما يكون فيها جي بي اس، اذا كان اختل احد هالشروط صار بطلت رياضيه. والروبوت في لها كثير، في من الروبوت يعني وجود الجي بي اس في الطياره يصنفها رياضيه، وعدم لا يصنفها رياضيه. اي اذا صار فيها جي بي اس. والروبوت، في روبوتات، الروبوت اللي يسوي المهام، في روبوت كرة القدم، هذا روبوت؟ هذا روبوت، ايوه، هذا يسوي مهام، وهذا also يسوي مهام. في روبوت ايش تقصد بيسوي مهام؟ انا اسفه، انا مش كثير خبيره في عالم الروبوت، لذلك راح اتكلم معاكي بعقليه الشخص اللي يبغى يعرف اكثر. فايش يسوي الروبوت يعني مهام؟ هذا روبوت الايف 3، هذا يسوي مهام، يكون في طاوله انه يسوي تعليمي، هو اكثر شيء تعليمي، يكون في الكيوب وانه يمشي على الخط، وانه لازم يبرمجه انه يمشي على الخط هذا، او بكره القدم كمان. حق كره القدم بالله قولي لي ايش يسوي؟ دخل كره من جد؟ كرة قدم يلعب، قدم كرة ملعب، وفي جولين، وفي فريق من روبوتات هم يلعبون فيه، بس بالروبوتات، ويلعب باحترافيه. يلعب باحترافيه. طب هل ممكن انتم تكبر الروبوت هذا ويصير كبير؟ هو كبير، هذا ما يعتبر يعني ما يعتبر زي لا 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 حجمه. هو اكبر، هو تقريبا يوصل لهنا، مره كبير. يعني ممكن يوصل لحجم الانسان؟ نعم نعم. يعني ممكن كمان نتخلى عن اللاعبين؟ لا لا، ما نقدر. يعني لا زعلي مني اللاعب الكوره، انا ما ابغى ازعلهم، غام هم يتخوفوا من ذا الموضوع. لا لا لا، اوكي. طب خليني اقول لك كمان دانا، مين الاشخاص اللي ممكن يمارسوا هذه الرياضه بشكل او باخر؟ يمارسوا هذه الرياضه، احنا كل الفئات مرحب فيها من عمر 6 سنين وطالع، بس لازم يكون يخلص الدورات التدريبية المعتمدة من الاتحاد، ويأخذ العضوية في الفئة اللي هو يبيها، سواء سيارات، طيارات، قوارب أو روبوت. بس واو جميل. أنا سمعت في الخبر في البداية يقول لك بدأ تمكين المرأة في الرياضات اللاسلكية، كيف إيش لو تكلميني أكثر عن فكرة تمكين المرأة وتأهيلها والأشياء هذه؟ طبعا تمكين المرأة من أهداف الاتحاد، تمكين المرأة. عندنا احنا اعتمدنا 150 محكمة معتمدة في الرياضات اللاسلكية مختلف الفئات، تم مشاركة 300 مدربة و750 متسابقة في بطولة الدبليو ار او العالمية، و250 مدربة و750 متسابقة في بطولة الفيرست العالمية. عندنا المرأة أبدعت في هذا المجال، أبدعت، أثبتت نفسها بجدارة في هذا المجال، صح، رياضات اللاسلكية. بس ما شاء الله المرأة دائما تبدع، دائما مبدعة. ما شاء الله، ولا ما كان عندنا دانا موجودة في الإبداع. في خلال لو
خلال العام الماضي بالذات ايش كانت هذه الانشطه مع الجائحه والظروف اللي مرينا فيها؟ هل كان لكم حيز في هذا الجانب؟ أوكي. الجائحه انا اشوف انها يعني العالم كله تضرر منها، ان كانت صعبه جدا لكن اشوف انها كانت سنه نجاح للاتحاد، كانت سنه انجازات للاتحاد. في خلال الجائحه والعام السابق قمنا 8 دورات تدريب رياضات لاسلكيه في منطقه الباحه، خرجت 177 مدرب ومدربه. قمنا 16 بطوله لاسلكيه على مستوى مناطق. هذا كله في وقت الجائحه؟ هذا وقت في عام 2020 مع الجائحه. مع الجائحه كله دمجناه ببعض. قمنا 16 دوره 16 بطوله على مستوى مناطق المملكه، شارك فيها 27,000 مشارك. في قمنا 21 دوره تدريبيه في 10 مدن سعوديه، استفاد منها 27,000 مستفيد منها. خلال الجائحه كمان في قمنا دورات تدريبيه اونلاين كان استفاد منها 12,000 مدرب ومدربه، وبالاضافه الى اعتماد 150 حكم ومحكم معتمده في فئات الرياضات الاسلكيه. اي الحمد لله. طب حكينا الحمد لله حكم ومحكمه 150 ما شاء الله يعني. أي. هذا أي أي وخلال السنه اللي فاتت وهي سنه الجائحه كمان ما شاء الله. الحمد لله. هذا من اهداف الاتحاد اللي هو انه تمكين المرأة ومشاركة المرأة في هذا في التحكيم في الرياضات اللاسلكية في المحافل الداخلية والدولية. اعتمدنا منهم 34 محكمة اي بتعاون معتمدين لدى وزارة الرياضة بتعاون مع معهد إعداد القادة، وبس الحين في جميع فئات الرياضات اللاسلكية، سيارات والروبوت والطيارات كلهم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شيء جميل. بس خليني كمان استفسر على المحكمات تحديدا، هم اكيد كانوا لاعبات سابقا او ابوها بشكل او باخر. تدريب المحكمه على انها ايش تسوي؟ ايش المفروض انها، ايش الديوتيز حقتها؟ كيف تحكم في الرياضه ذي؟ يعني هي مو شايفه. اي انا هذه نقطه نسيت اقولها، كل فئه من هذه الفئات وكل نوع من هذه الانواع لها طريقه لعب مختلفه، طريقه تحكيم مختلفه عن الاخرى. كل نوع حلبات مختلفة بأحجام مختلفة، يعني هذا ممكن يكون على طاولة، هذا لازم يكون في الأرض على حلبة 50 متر في 50 متر يعني ما ينفع. فهذول البنات أو المحكمات أو المحكم يعني ندربهم يتدربون على الفئة اللي هم يبونها، حابه السيارات تدرب على السيارات، بعدين تصير في حابة تصير محكمة تدخل في مجال التحكيم في هذه الفئة. في السيارات اللاسلكية في جميع أنواعها، بالفئات بالدراج بالكراولر بالدريفت كلها تكون ملمة فيها كلها. طيب كيف المحكمة في الطيارة؟ أنا أبغى أوصل لدي النقطة. الطيارة شكلك فوق. تبغى تطيري طيارة أنت من حطيناها هنا. لا أنا قصدي مثلا كيف في الطيارة ممكن تحكم؟ عرفتي من جد يعني هتكون، لأنه الرياضة ما هي سهلة كمان. تشوفينها ما هي سهلة لكنها مرة سهلة ومرة ممتعة. طيب كيف هتحكم؟ أنا أقول لك، هذه في الطيارات طبعا لها انواع كثير، هذه اصغر نوع، هذه في فار تدريبيه سمي في فار كمان في فلفل والله في ايش في يعني هي الشاشات معينه تتبع الطيب. لا لو صار فيها شاشات لازم ما تصير رياضيه، ما في جي بي اس ولا شاشات ولا كاميرا ولا شيء، يكون واقف على الرنوي المتسابق ويطير طيارته، لازم تكون على مدى النظر ما تبعد، اقصى ارتفاع توصل له 400 متر. تمام. المحكمين او يحكمون على طريقه حركاتهم حاطينها في لائحه بطوله سابقه، ان لازم تسوي هذه الحركات في حركات معينه للطياره، اذا اتقنها ياخذ نقاط اكثر. ما اتقنها طريقه اتقان الحركه يعني مو بالضبط. لازم تمشي مسافه بالضبط. ايوه هي طبعا. حركه. انا 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 عندي سؤال دانا، انا يمكن انت رئيسه قسم الشؤون القانونيه والمبادرات. نعم. في الاتحاد. احكيني عن المبادرات، ايش تقصدي؟ ايش هي اطار المبادرات في هذا الاتحاد؟ الاتحاد عنده 3 مبادرات رئيسيه، اللي هي مبادره الاحياء ارسي، مبادره تعلم ارسي، ومبادره التصنيع الرياضي. مبادرة الأحياء فكرتها أنه يكون في كل حي يكون في منطقة يعني زي مقر للرياضات اللاسلكية، ممكن يتعلم في يجي يمارس في أنا زي الحديقة، كيف الحديقة تكون مهيئة لممارسة الرياضات اللاسلكية. هذه مبادرة الأحياء إن شاء الله بإذن الله. يا رب. بإذن الله. تعلم RC هذه تنطلق في المدارس، تنطلق في الجامعات، هذه ننشر الرياضه اللاسلكيه. ايش تقصدي بالRC؟ RC اللي هي ريموت كنترول. ريموت كنترول هي اختصار يعني. اوكي. مبادره التصنيع الرياضي هي تصنيع يكون هدفها توطين هذه توطين الصناعه في قطاع الغيار، في تصنيع الطيارات، في تصنيع السيارات، حتى في قد صار في صنع السيارات طيارات لاسلكيه في وحده حجمها
طولها بستة متر تقريبا وتطير بالريموت كنترول. ما شاء الله. وفي بالفيلم طيارة. انا في خاطري والله اجرب. طب من جد على سيرة انه انت في خاطرك تجربي، ترى كلنا مره نحب هذه الالعاب يعني عموما، بس لما تكون صغيره وجنبنا طياره والله فيها تحدي. فيها اكيد تحدي. انت لاعبه دانا؟ اي. انت بتلعبي طبعا. اكثر ايش، قوارب ولا سيارات؟ اخاف يزعلوا مني زملائي، لكن امين لها كلها. امين لها كلها. كلها تحبيها؟ كلها كلها. واو. مارستها كلها. اي الحمد لله ما شاء الله عليك. حتى طياره؟ حتى طياره. اي لازم بعد الحلقه نجلس معك. باذن الله باذن الله. طب دانا ايش دورك كرئيسه المبادرات ورئيسه قسم الشؤون القانونيه والمبادرات في الاتحاد بالضبط، ايش تقدر تسوي، ايش تقدر تقدم؟ انا كلميني عنه. انا تم تعييني بالاتحاد من تاسيسه سنه 2017 برئاسه الاستاذ سعود بن مداح الفغم. أنا توليت الجانب القانوني اللي هو جانب حوكمة هذه الرياضة لتنظيمها وإدارتها وإدارة العلاقات بين الاتحاد والممارس. بديت في اللائحة الأساسية للاتحاد، لائحة الانضباط، لوائح هذه، لوائح الفئات. لوائح فئات الرياضات المشكلة اللي واجهتنا أن فئات الرياضات هذه ما لها قوانين، ما لها قوانين محددة، ما في قوانين سعودية لها، فإحنا أخذناها من الاتحادات العالمية وتم صياغتها بما يتوافق مع قوانين اللجنة الأولمبية السعودية. صار عندنا قوانين سعودية في هذه الفئات شاملة لكلها. ممتاز والله. أي وبالإضافة إلى الاتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى الخاصة والحكومية. إيش نوعية التعاونات اللي أنت تسعوا لها دائما في الاتحاد؟ بما يتوافق مع الرياضة، يعني ممكن التدريب، تعاون مراكز التدريب، منشآت الرياضية، كل التعاون. طب هل ممكن يكون في مشاركات معينة للاعبين سعوديين مع دول أخرى، تحديات كذا؟ صار شارك في فريق منتخب سعودي، شارك بالروبوت، حقق للمركز السابع في بطولة WROS في العالمية. ممتاز. في مشاركات، وفي شارك لنا في فرنسا وبإيطاليا، وشارك الفريق السعودي للسيارات في شرق آسيا. شرق آسيا. جميل. طيب. يعني موضوع كثير حلو بصراحة دانا، رياضة جدا مهمة وانت الرسد. وللأمانة أنا أحس ما أدري مين هي الفئة اللي ممكن تميل أكثر لهذه الرياضة. دانا أنت وأنا أكيد أنا بقولها أنه أنا أحب ألعب هذه اللعبة وأنا معك وأنت كمان وكمان معنا، لكن في ناس بيشوفوا مثلا او يعني ينظروا لهذه الرياضة انه خاصة بالمراهقين اكثر، الاطفال اكثر، ممكن توجهي لهم رسالة؟ لا نهائيا، ما اتوقع للمراهقين ابدا. في عندنا شايب عمره 60 سنة يمارس هذه الرياضة ويصنع، يعني عندنا كل الفئات تشارك، الحريم يشاركون، المرأة يعني عشان الحريم. بس اقول لك حاجة، هو كبير في السن وليس شايب. كان حكينا يوم ايش كنا نتكلم بنفس الموضوع. لانه بالعكس انا مره مبسوطه اصلا انها قالت لنا حاجه زي كذا، عشان انت كذا بتاكدي فعلا كلامنا او صحه كلامنا انه من جد لازم يروح العلاقه. ليس الموضوع له علاقه ابدا بالعمر. لا يوجد شيء، بالعكس شخص يبلغ من العمر 60 سنة وراح ومارس رياضة واستمتع. أنا وإنتي نبغى نمارسها وإحنا لسه أيوة. بالعكس يعني الرياضة جدا ممتعة، وشاكرة لك دانا أنه إنتي عرفتينا أكثر عليها، لأنه بصراحة أنا كنت أكبر واحدة شفتها اللي قد السيارة الطيارات بصراحة صدموني وقاعدة أفكر. أهلا وسهلا. شجعيني. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أنا بس عندي سؤال أخير جدا. أنا الآن لو أبغى أتجه اروح اتدرب امارس، وين اروح؟ تجي عندنا. كيف تقدر توصل لك؟ كيف اقدر اوصل؟ احنا نعلن على الدورات التدريبيه. عندكم حسابات سوشيال ميديا؟ موقع الكتروني؟ حسابات السوشيال ميديا والموقع الالكتروني. يكتبوا الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكيه او تحكم الاختصار، يطلع لهم الاتحاد ويسجلون في الدورات التدريبيه اللي احنا نعلن عنها. وبس حياهم الله، ما في رسوم ولا في شيء. حلو. ما في رسوم. فولو. ما في رسوم. رائعة. بالعكس أنا الرياضة تستحق التشجيع صراحة والممارسة. فعلياً. دانا الغامدي أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، شكراً أنك عرفتينا على هذه الرياضة بشكل أدق، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا احنا أكيد مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاق البرنامج.